الفنان احمد الجميري حياك الله معنا في برنامجنا وينك. هلا باللي لفاني يا هلا. كابتن مضحي الدوسري حارس نادي النصر السابق حياك الله معنا في برنامج وينك. الله يحييك. لو رجع بك الزمن الى الوراء هل ستختار نادي النصر؟ تبيني اكون معك صريح؟ ما اتوقع اني بكون في نادي النصر. تشوف انه ظلمت كثير في نادي النصر؟ والله ظلمت. فكيف انت تجي تشتكي؟ مثلا انا اتكلم معك بصراحه وانا اتكلم معك في عهد عبد الرحمن السعود ما حد يقدر يتجرأ انه يشتكي من نادي عشان قضيه ما خسرانه. وينك؟ الثلاثاء الساعه 9:30 مساء على خليجيه.